إن كان لديك جهاز دي في آر أو إكس في آر يدعم 4 كاميرات أو 8 فقط وتريد إضافة كاميرات أخرى يمكنك ذلك. سوف نتعلم كيف نقوم بربط كاميرات مراقبة آي بي مع جهاز دي في آر إكس في آر أو إتش في آر بطريقة مبسطة وبشرح مفصل. سوف نتعلم معا كيفية التركيب والإعداد. فيديو اليوم هو أول حلقة ضمن سلسلة كاميرات المراقبة الآي بي. سوف نتعلم طريقة ربط آي بي كاميرا مع جهاز دي في آر أو إتش في آر من شركة هيكفيجن، وابقوا معي إلى الأخير. دائما أعطيكم معلومات سوف تحتاجونها إن واجهتم مشاكل في التركيب أو الإعداد. إذا لنبدأ الشرح. هذا الشرح سوف يكون على أجهزة هيكفيجن الموديلات القديمة والجديدة، وسوف نربط معها آي بي كاميرا من نفس الماركة هيكفيجن وكاميرا أخرى من شركة دهوة. الفرق بين كاميرات الآي بي وكاميرات الأنالوج هو أن كاميرا الأنالوج بها منفذ البي إن سي ويتم ربطها عن طريق كيبل كويكسيال، بينما الآي بي كاميرا بها منفذ الشبكة ويتم ربطها عن طريق كيبل الشبكة. طريقة التوصيل الصحيحة هي يجب أن نقوم بربط الآي بي كاميرا مع راوتر الإنترنت المتصل به أيضا جهاز تسجيل دي في آر أو الإكس في آر. يجب أن يكون كل من الآي بي كاميرا وجهاز التسجيل في نفس الشبكة المحلية. الآن نذهب إلى الإعدادات في جهاز التسجيل. ندخل إلى القائمة الرئيسية ونذهب إلى خيار كاميرا. تظهر لنا هذه النافذة بها صفين من المربعات. الصف الأول خاص بكاميرات الأنالوج وعليها علامة صح، والصف الثاني خاص بكاميرات الآي بي. نقوم بالذهاب إلى آخر مربع من الجهة الأخرى ونقوم بعمل علامة الصح في آخر مربع. نضغط على خيار Apply. سوف يطلب منا جهاز تسجيل أن نقوم بعمل إعادة تشغيل للجهاز. نضغط على يس للموافقة وننتظر إلى أن ينتهي من عملية الريبوت. الآن بعدما قام جهاز التسجيل بإعادة التشغيل، إن لاحظتم المربع الرابع أصبحت فيه علامة زائد وتعني إضافة. كما تلاحظون قام الجهاز بكشف الآي بي كاميرا الموجودة في نفس الشبكة. هنا تظهر لنا الآي بي أدريس الخاصة بالكاميرا، البور والبروتوكول المعتمد، ولأننا نستخدم كاميرا من دهوة مع جهاز دي في آر من هيكفيجن تم الاتصال عن طريق بروتوكول أونفيف، والذي ذكرت لكم سابقا أهميته في مثل هذه الحالات. الطريقة التي أفضلها هي عن طريق الدخول إلى القائمة الرئيسية كاميرا ونذهب إلى خيار آي بي كاميرا. إن لم تظهر لك الآي بي كاميرا في هذه الخانة يمكنك الضغط على خيار ريفرش أو سيرتش من أجل أن يعيد الجهاز البحث عن الكاميرا مرة أخرى. عندما تظهر الكاميرا نضغط على علامة زائد ثم إيديت وندخل الباسورد الخاص بالآي بي كاميرا. ننتظر إلى أن يتم الاتصال. كما تلاحظون عندما تظهر علامة بلاي الزرقاء فالكاميرا قد اتصلت وتشتغل جيدا. كما تلاحظون الآن الآي بي كاميرا مشتغلة مع جهاز دي في آر الخاص بنا بدون أي مشاكل. بالنسبة لعدد الكاميرات فهو يتضاعف ويصبح الجهاز يدعم بجانب كاميرات الأنالوج ما بين 3 إلى 5 كاميرات آي بي أخرى على حسب نسخة الجهاز التي لديك والفيرموير الموجود فيه. وهذا أمر رائع حيث يمكنك إضافة كاميرات أخرى دون أن تغير جهاز دي في آر أو الإكس في آر الخاص بك. بالنسبة لآي بي كاميرا من هيكفيجن نقوم بنفس الطريقة. نربط كاميرا المراقبة في نفس الشبكة المتصل فيها جهاز دي في آر ونذهب إلى خيار آي بي كاميرا. تظهر لنا الآي بي أدريس الخاصة بالكاميرا، وهنا البروتوكول هو هيكفيجن لأن كل من الكاميرا والجهاز من نفس الماركة. نضغط على علامة زائد ثم إيديت لكي ندخل الباسورد. كما تلاحظون الآي بي كاميرا مشتغلة وتم الاتصال بدون أي مشاكل.
بالنسبة لأجهزة هيكفيجن الحديثة والتي تحمل اسم الـ HVR فنفس الطريقة، نذهب إلى علامة الكاميرا في الأعلى، يظهر لنا صفين، الأول خاص بكاميرات الأنالوج والثاني بكاميرات الآي بي. نقوم بنقل علامة الصح من صف الأنالوج إلى الآي بي. كما تلاحظون أنا قمت بتحويل آخر 4 دوائر لأني أريد إضافة أكثر من آي بي كاميرا. نذهب إلى خيار آي بي كاميرا. كما تلاحظون الجهاز يقوم بالتعرف على الكاميرا الموجودة في نفس الشبكة المحلية. نضغط على إيديت وندخل الباسورد الخاص بالكاميرا، يعني نفس الخطوات، وها هي تشتغل بدون أي مشاكل. طريقة الربط تختلف، عوض أن تكون الآي بي كاميرا متصلة مع جهاز الراوتر يمكنك إدخالها مباشرة في جهاز الان في ار بخاصية البي او اي. أما إن كان من أجهزة الان في ار القديمة فنفس الطريقة التي شرحناها بالنسبة لأجهزة الدي في ار والإكس في ار. إذن ما هي المعلومات أو اللمسة التي تصنع الفرق التي وعدتنا بها في الأخير؟ أولا، لن تنجح معك هذه العملية إن كانت كاميرا الآي بي متصلة مع أكسس بوينت وجهاز تسجيل متصل مع الراوتر. حتى وإن كانت الأكسس بوينت متصلة مع الراوتر فليس لهم نفس الآي بي رينج، لهذا لن يستطيع الجهاز أن يتعرف على الآي بي كاميرا. يجب أن تكون إما جهاز تسجيل والآي بي كاميرا في الأكسس بوينت أو في الراوتر. ثانيا، إن لم تنجح معك الطريقة من أول مرة وظهر المثلث الأصفر في خانة ستاتو، فقم بالضغط مرة أخرى على خانة إيديت واذهب إلى تشانل بور وغير القيمة إلى رقم آخر، ثم أدخل باسورد الخاص بالآي بي كاميرا واضغط على أد وانتظر، سوف تنجح معك الطريقة. وإن كنت سوف تضيف أكثر من آي بي كاميرا فيجب أن تغير التشانل بور إلى رقم آخر مغاير عن الكاميرا آي بي السابقة. ثالثا، هذه الطريقة المشروحة في الفيديو هي عندما تكون الآي بي كاميرا بإعداداتها الافتراضية، يعني يكون مفعل فيها خيار DHCP وتكون بالباسورد الافتراضي. لكن إن كانت الكاميرا مستعملة مسبقا في مكان آخر وجئت بها لتضيفها إلى نظام الكاميرات الخاص بك ولا تعرف هل DHCP مفعلة أم لا، فهذا الأمر يحتاج إلى إعدادات مسبقة، بالتأكيد سوف نشرحها في السلسلات القادمة ضمن هذه الدورة المختصة في كاميرات المراقبة الشبكية. كان هذا كل شيء يا إخوان، أسف على الإطالة، أتمنى لكم التوفيق والخير في حياتكم والنجاح. إلى اللقاء يا إخوان في فيديوهات أخرى.